وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني. دكتور أيمن أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا نتحدث عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد ترتيبات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. طبعا أهمية هذه الموافقة. صباح الخير على حضرتك. الحقيقة طبعا هو خبر سار جدا للشعب المصري كله، وهو اعتراف دولي كبير جدا من أكبر مؤسسة دولية بتقود العالم ماليا بأن الاقتصاد المصري جيد، والاقتصاد المصري يستطيع سداد التزاماته، والاقتصاد المصري بينمو بشكل الحقيقة حقيقي. وده خبر جيد جدا، وإن شاء الله ده هيكون له تأثير إيجابي جدا على النقد في مصر عموما، ولا سيما ضبط عملية سعر الصرف، وهنلاقي الجنيه المصري ابتدى يتعافى الفترة الجاية، والحقيقة ده خبر أسعدنا كلنا جميعا أمس. نعم. طيب دكتور أيمن، الدولة دائما تسعى لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقاومات تنافسية ومرنة، بتساهم طبعا في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار. أهم إجراءات الدولة يا فندم لدعم القطاع الاقتصادي. الحقيقة الدولة أو الجمهورية الجديدة يعني كان نصب عينيها الحقيقة فكرة تعديل مسار الاقتصاد المصري من خلال دعم الاستثمارات الخاصة والاستثمارات العامة بشكل يتسم بالأولويات. لما سعادتك كنت بتتكلم على اللجنة اللي موجودة في الحوار الوطني، ده أهميتها في أنها ليست فقط الاستثمارات العامة وإنما أولويات الاستثمارات العامة. قامت الحكومة بعد ما دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الاقتصادي الذي كان الحقيقة يعني توقيته أكثر من رائع وكان مناسبا جدا، كان من أهم إيجابيات هذا المؤتمر صدور سياسة ملكية الدولة أو وثيقة ملكية الدولة، اللي الحكومة بنفسها طمنت القطاع الخاص وقالت إنها هترك المجال للقطاع الخاص، وهسيب حوالي 70% من الاستثمارات اللي تقوم بيها عشان خاطر القطاع الخاص ينتعش في مصر، ولا سيما يعود ذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام. لو جينا نتكلم على الفرق بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص، بنبقى ببساطة شديدة المستثمر الخاص هو المستثمر الذي يهدف إلى الربح ولا يهدف إلى سواه، اما الاستثمار العام او الاستثمارات العامه اللي بتقوم بها الدوله هي الاستثمارات اللي بتعملها الدوله من اجل تلبيه احتياجات المواطن المصري. فالحقيقه نقدر نقول ان الدوله الفتره الاخرانيه وبنيتنا التحتيه اللي اتعدلت بشكل غير مسبوق في عهود مصر كلها، نقدر نقول ان مصر النهارده ترتيبها حتى في الطرق تتقدم حوالي 40-50 درجه في ظل 4-5 سنوات فقط. الحقيقه لا، تطور رهيب جدا وتطور محترم جدا، وكل ده بيصب في صالح الاستثمار العام والاستثمار الاجنبي المباشر. ما فيش مستثمر اجنبي هيجي مصر اساسا ان لم يجد بنيه تحتيه جيده، طرق، كباري، مواصلات، محطات ميه، محطات كهرباء، يجد استثمار امن. الحقيقه الاستثمار الامن هو الاستثمار الذي يعمل في بيئه استثماريه ثابته ومستقره الحقيقه. نعم. طيب أيضا لو كلمت على نقطة أخرى في هذا المجال، وهي مثلا مبادرة ابدأ دكتور أيمن هي لتوطين الصناعة، هل هذه المبادرة أيضا سيكون لها مردود على المدى القصير في الفترة القادمة بإذن الله؟ هذا هو الاتساق الحقيقة ما بين تقوله الحكومة وما تفعله. مبادرة ابدأ الحقيقة يعني في الوقت اللي قالت فيه الحكومة أنها هتتراجع وهتترك القطاع الخاص يقوم، بدأت مبادرة ابدأ في نفس التوقيت مدت الايدين ل 5834 مصنع متعثر الحقيقه، مش قادر ينتج ومش قادر يكمل وعماله بيحيوا على وشك التشرد. قامت ابدا مدت لهم كل الخدمات الممكنه من تمويل مالي ومن ازاله البيروقراطيه القديمه الحقيقه في ظل قوانين من سنه 50 و60 الحقيقه بتقود الاستثمار اصبحت غير مناسبه، وهذا ما نعمل عليه الان في مجلس النواب. نحن نقوم بتحديث كافة القوانين حتى نزيل كافة المعوقات المرتبطة بالاستثمار بشكل عام. مبادرة ابدأ أحيت الأمل في شباب مصر، أحيت الأمل لدى عمال ومصنعي مصر الحقيقة، يعني هي مبادرة عظيمة وإن شاء الله مردودها قصير جدا وسريع جدا سوف يكون على مصر في الفترة القريبة القادمة. نعم. أيضا دكتور أيمن، دعم الاقتصاد الأخضر وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية طبعا بعد انعقاد مؤتمر COP27، ده هيكون لنا إضافة يا فندم. إضافة عظيمة طبعا. مؤتمر كوب ده إحنا الحقيقة يعني كنا فرحانين بأن مصر هتنظم المؤتمر لما نعي من أهميته الدولية وكيف يضع مصر في مكانة دولية مرموقة، إلا أن الاندهاش كله كان من طريقة التنظيم وإزاي شباب مصر الواعي قدر
ينظم مؤتمر دولي بهذه الكيفية. الحقيقة لم تقم مصر على مدار العصور الماضية كافة أن تقوم بعمل حدث بهذا الحجم على الإطلاق. الحقيقة المجتمع الدولي كله كان سعيد وكان مندهش، شفنا رؤساء العالم وهم يصافحوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل غير مسبوق، دلالة وإشادة على هذا التقدم العظيم اللي مصر توصل له. التحول الأخضر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر هذا هو يعني حالة ملحة على المجتمع الدولي عشان نقدر نخرج من الأزمات العالمية اللي موجودة المرتبطة بتطور المناخ وجفاف بعض البحيرات، التغيرات المناخية والعواصف اللي بتضرب والأمطار تقل في أماكن تانية، الندرة اللي بتتعرض لها البيئة العالمية. شفنا كمان مردود ده مش بس على مستوى الإشادة الدولية والمستوى المعنوي المرتبط بجمهورية مصر العربية، لا شفنا ده من خلال توقيع مصر العديد من الاتفاقيات والمشروعات والعقود بمليارات الدولارات. الحقيقة ده كان أكبر دلالة على إن مصر نجحت في تنظيم هذا المؤتمر، وانتقلنا بقى للعالم كله مش لمصر بس، من فكرة نقدر نقول من فكرة الوعود والحلم نحو الاقتصاد الأخضر العالمي إلى إن في مصر أصبح التوقيع على هذه العقود مسألة التنفيذ. مصر ابتدت تنفذ وأكبر يعني، وكان لها السبق في إن العالم كله يبتدي من جوه مصر من هذه النقطة المحترمة في المؤتمر الماضي، بإنه بالفعل ابتدت توقع عقود على مستوى العالم كله. يعني مصر فادت، مصر فادت العالم كمان المحيط بيه. نعم. طيب دكتور أيمن، يعني حضرتك طبعا عضو مجلس النواب ومجلس النواب مسؤول عن التشريع، هل إجراءات وقوانين الاستثمار والعمل الآن تعتبر قوانين جاذبة للاستثمار في مصر؟ لا طبعا، هي الحقيقة هو إرث قديم قوي جدا تفكيكه مش بالشكل السهل. أما وأن مصر خلال دور الانعقاد الماضي في هذا المجلس بالتحديد قمنا بإصدار قانون شراكة القطاع الخاص مع الدولة، وده حقيقة يعني عهد غير مسبوق إن احنا نلاقي فيه قانون ينظم هذه العملية. القطاع الخاص في مصر كان بيتعامل مع الحكومة على اعتبار إنه مورد، يعني يروح يورد سلع وخدمات، أما وإنه يكون شريك حقيقي في التنمية بمعنى إنه يشارك الحكومة وينشئ شركات مع الحكومة، هذا لم يكن موجودا من قبل. وبالتالي مراجعة هذه القوانين وإصدارها في مجلس النواب الفترة الحالية من تاريخ مصر ده يعني عصر غير مسبوق. نعمل الآن على تطوير، وفي أكثر من فكرة مقدمة الحقيقة لتطوير قانون الاستثمار بما يلائم هذه المرحلة. لا الحقيقة إحنا في مجلس النواب شغلنا الشاغل هذه الفترة هو الاستثمار، ولا سيما الاستثمار الأجنبي وكيفية جذب المستثمر إلى مصر عشان نفتح مجالات شغل ونقلل معدل البطالة ونساعد إحنا كمان القطاع الخاص إنه يكون شريك حقيقي في دافع عجلة التنمية ونمو الاقتصاد المصري بشكل عام. وقانون العمل يا دكتور أيمن؟ قانون العمل بيدرس حاليا طبعا مفيش شك، وده يعني العامل المصري نصب أعين الدولة. في قانون مقدم الحقيقة في لجنة القوى العاملة عندنا مرتبط بالعمالة المصرية اسمه قانون العمالة غير منتظمة، وده هيكون له إن شاء الله باع كبير في طمأنة المصريين غير الموظفين، يعني اللي هم العمالة غير المنتظمة يعني عمالة التراحيل والعامل المصري السباك والنجار وخلافه. الحقيقة ده هذا القانون بيتكلم على فكرة إن يكون لهم معاش ثابت. الحقيقة ده هيكون له برضه أثر كبير جدا على نفسية وشكل المصري. يعني احنا عندنا 14 مليون عامل أكثر من 14 مليون بقليل، نعم، حسب إحصائيات رئاسة الوزراء أو مجلس المعلومات في رئاسة الوزراء. يعني بنتكلم على لو حسبناها بالأسر هنلاقي حوالي 62 مليون مصري بيشتغل في شكل العمالة غير منتظمة، وهذه العمالة الحقيقة تخرج يوميا إلى العمل لا تدري غدا ماذا سوف تفعل. هذا القانون سوف يؤمن مستقبلهم ومستقبل أولادهم الحقيقة، وهيكون له الباع الحقيقي اشتراكات وتمويل هذا الصندوق بإيديهم، بما إنه صندوق خاص مش صندوق تابع للدولة، له العديد من الـ من الـ من الـ المصادر للتمويل، وهيكون الحقيقة يعني باع طويل. قانون العمل طبعا نحن الحقيقة يعني الدولة يمكن بتوسع في شبكات الأمن الاجتماعي المستهدفة، وعندنا العديد طبعا من البرامج كما ذكرنا. احنا بنشكر حضرتك الشكر الجزيل دكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني.